وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصربية بلغراد، حيث استقبله الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بمطار العاصمة. وكان الرئيس السيسي قد اختتم زيارته إلى ألمانيا متوجها إلى بلغراد في زيارة ثنائية رسمية الأولى من نوعها، وذلك في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين. اختتم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته لمدينة برلين الألمانية، وذلك عقب المشاركة في فعاليات حوار بيترسبرغ للمناخ، وهو أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم. كما عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة لقاءات مع عدد من المسؤولين الألمان، وعلى رأسهم رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير والمستشار الألماني أولاف شولتز. هذا وقد غادر السيد الرئيس العاصمة الألمانية برلين متوجها إلى العاصمة الصربية بلغراد، وكان في وداع سيادته كبار رجال الدولة الألمان وأعضاء السفارة المصرية في برلين. ولدى وصول سيادته مطار بلغراد بالعاصمة الصربية، كان في استقبال سيادته الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وكبار رجال الدولة في صربيا وأعضاء السفارة المصرية في بلغراد. وستشهد الزيارة عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، وذلك لبحث آليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي.